تفاصيل صغيرة النهاردة، ولكن الأكل بتاعنا عنوانه الأكل الصحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. أنا مش بقولك تكوني قاسية في موضوع الأكل الصحي، إنك تعملي أكل على مزاجك أنت وعايزة تخسي، جوزك عايز يأكل حاجة حلوة، ولادك نفس القصة، أنت خليكي وسطية كده في موضوع الأكل، الكل يأكل منه. هنعمل مع بعض دلوقتي إزاي الكوسة بالبشاميل. مدرسة الكوسة بالبشاميل بتقول إيه؟ كوسة بشاميل لحمة مفرومة أو فراخ مفرومة. احنا معانا في لحمه مفرومه قليله الدسامه، نسبه الدسامه فيها من 20 ل 15%. كوسه ومعانا شوفان، وشوفان ناعم وشوفان حبوب يعني من غير ما يكون مطحون، وبصل وتوم، والبهارات بتاعتنا شويه ملح وشويه فلفل. المقادير بسيطه وسهله، تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. ايه اللي جاهز عندنا ومتحضر معانا؟ اللحمه على النار عشان نكسب وقت، ووقتنا من ذهب، فلازم نستغل كل دقيقة وكل ثانية فيه. ادي اللحمة المفرومة على النار اهيت، خدت البصلة الحلوة، خدت التومة الحلوة، الصورة الحلوة على الشاشة، اساتذة المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، شايفين اللحمة يتعرف فيها دسامة ازاي؟ لما تلاقي نازل فيها دهون في الأرضية بتاعت الكسرولة اللي بتحمري فيها أو في الطاس، أهو شايفة، تحس إن هي هبرة حلوة كده، حلوة وصيت الجزار، روح ربنا يوعدك بزيارة النبي يا أبو محمد، يديني حته لحمه مفرومه حلوه ما تكونش دسمه، ما يكونش فيها دهون يا حاج. الراجل الطيب هيديها لك مفرومه زي الفل، خدتيها انت حمرا وفرمتها في البيت، اهلا وسهلا، تبقى احسن مني. اللحمه على النار هنتبلها. تبلها بيه يا عم الشيف؟ شويه بهارات كده لطاف حلوين، الفلفل الاسود، الملح، حابه تحط شويه بابريكا ماشي، دي بتاعتك انت، شويه جوزة الطيب. التوابل ملهاش علاقه بالرجيم، يعني التوابل بالعكس بتنشط المعده وبتساعد على التخسيس، حلو، فمفيش مشكله من ناحيه التوابل. اي نعم ممكن بيكون تفتح الشهيه شويه، بس يعني انت اعملي كنترول عليها. شويه بابريكا حلوين كده، شويه كمون علشان الكوسه، اهو تبلت اللحمه بتاعتي وقلبتها كده زي الفل، دي رقم واحد. عايزاها بقى بالطماطم، حط لها صوص طماطم. عايزه لحمه مفرومه بس، اهلا وسهلا، يعني لك الاختيار. البشاميل دايما البعض بيحب اللحم المفروم متعصب كده من غير طماطم، البعض يحط معلقة معجون طماطم، البعض يحط عصير طماطم، وهكذا. انا بقى لا هعمل لا ده ولا ده. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ معلقة فلفلة حلوة، ده الطعم، دي مفيش مشكلة من ناحيتها، دي فلفلة بتتجاب بتتشال البذور بتاعتها وتتيبس وتنضرب في الكبة وتتشال في التلاجة عليها شوية زيت زيتون، ادت لون للحمه وادت طعم للحمه واختصرت الموضوع. دي رقم واحد خلصنا منها. نيجي للبشاميل، ناخد دي نخليها على نار هاديه كده ونتكلم عن البشاميل. الشوفان بيتعمل ازاي؟ معانا حليب بيغلى على النار، حطيت فيه شويه شوفان عشان الشوفان شويه تقيل على ما يديني الالياف بتاعته بالشكل ده كده، واخد الشوفان اللي ده ادوبه في شويه حليب واحطه على النار. ده شوفان حبوب اهي، باخد شويه كده بالشكل ده كده وادوبهم في شويه حليب معايا كده. انا عملت الايه؟ الخطوه الثانيه اللي هي البشاميل. واسيبهم هنا في الحليب ده كده. مدرسه الشوفان بتقول ايه يا مغازي؟ عايزه تحصلي على شوفان قوامه طري لطيف وجميل، اتركيه في حليب دافي فترة ساعة زمن أو ساعتين، ممكن تاكليه تاني يوم مفيش أي مشكلة، زي ده كده. خلاص خلصنا من الشوفان. طيب نخش على اللي بعده، الكوسة. كوسة مفيدة للقلب، قيمتها الغذائية عالية جدا، بتساعد الجهاز الهضمي على الهضم. هناخدها كده ونقطعها يا عم الشيف شرايح، وعندنا ماء يغلي على النار، لازم يكون فيه ميه بتغلى على النار. نقطع الكوسه الملحمه دي كده بالشكل ده كده، كوسه لطيفه اهيت من خير ارضنا، وتشتريها بنفسك انت، ما تجيبيش الحبه الصفراء، جيب الحبه الخضراء الحلوه. واحنا في موسم الشتاء من نعم ربنا علينا، الشتاء بيجي بخيره من الخضروات والفواكه الحلوه، عشان كده النهارده معانا الكوسه، معانا برتقان، هنعمله كيكه صيامي. كوسة عايزة ملحمة كده، عايز لما اكل الكوسة احس ان انا باكل كوسة، ما اقطعهاش رؤياها، خلي بالك.
واستفيد بالميه بتاعت الكوسه. البعض بيعمل ايه؟ بيسلق الكوسه ويرمي الميه بتاعتها، بالعكس، او يسلق سبانخ ويرمي الميه بتاعتها، ده غلط. تسلقي خضار زي كوسه، زي جزر، زي بسله، زي سبانخ، استفيدي بالسوائل اللي بتنزل منه مع السلق في عمل بشاميل اضافتها للصوصات بتاعتك وهكذا. كوسه بالشكل ده كده، سكينه حاميه، اتحكم في السكينه كويس. عملت طبق كوسه بالبشاميل، معروفه ان هي بتكون دسمه، قدرت ان انا اخش جوه الماتيريال بتاعها والمكونات بتاعتها واهرب من كل ده واعملها ايه؟ ريجيم. زي الفل. ماء يغلي على النار، واحده واحده كده. ونحط الطاسه دي كده، حلو قوي. ونحط في الطاسه دي يا عم الشيف شويه زيت زيتون. انا بحضر الكوسه دلوقتي، هنا بالتركايه، هنا بركز معايا، دي التركايه لعمل الكوسه. طاسه على النار شديده الحراره، بصله وتومه ناعمه، مدرسه ايه؟ شوف هنعمل ازاي دلوقتي. ما سلقتهاش انا. احط البصلية دي على النار مع زيت زيتون واقلبها، هتخلي عينيا تدمع. اعمل ايه؟ احط شويه زعتر وشويه بهارات، وليكن من السماق ومن الزعتر الحلو بتاعنا الجميل والروزماري. كده انا بطعم الكوسه بالروزماري والزعتر. زي الفل. وداعا للدموع، انزل بشويه ثوم واقلب. حضرت الكوسه كده زي الفل. بصلايا، تومه، زعتر، روزماري، معلقه زيت زيتون كده، خدت طعم البصلايه حلوه. بعمل ايه يا شيف؟ باخد الكوسه اللطيفه دي كده. ركزي معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. اللهم صل على النبي. يلا فرسان التلفزيون المصري، كوسه تنزل على البصلايه والتومه مع الزعتر والروزماري مع زيت الزيتون. ما سلقتهاش في ميه. حلو قوي، جميل قوي. تقليبه صغيره كده، اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. الكوسه هنا هتخضر وتبقى شكلها جميل دلوقتي على فكره، وهنشوف ايه السر في الموضوع. ركز معايا يا باشا عشان في تركايه جايه دلوقتي تساوي مليون جنيه. زعتر، روزماري، بصل، ثوم. وقلبت الكوسه في قلب الخلطه دي يا عم الشيف. تسلم ايدك يا عم الشيف. عندي ماء يغلي على النار شديد الحراره، حلو قوي. بحط على الماء ده شويه ملح، حلو قوي. بحط على الماء ده عصره ليمون، حلو قوي. واقلبه. اللهم صل على النبي. واخد من الماء ده كده على الكوسه. يا ويلي يا ويلي على المدرسه. خلص الكلام، هم شويه الميه دول. اتبخرت الكوسه واتحضرت الكوسه لعمل البشاميل بتاعي. اروع البوتاجاز بتاعي ونجيب كسرولة حلوه بقى ونطبق الاكله دي. تاني نشوف احنا عملنا ايه مع بعض عشان اللي ما اخدش باله واللي فتح التلفزيون متاخر. احنا معادنا الساعه 1 على القناه الاولى والفضائيه المصريه. عشان ما يفكيش معلومه. حلو، الكسرولة بتاعتنا زي الفل اهي. خليها هنا، خرجنا عايزها هنا. ومعانا الحليب على النار بيغلي، الشوفان خلاص نعناه في ميه، هنسقطه كده. الشوفان اهو بتاع البشاميل بتاعي. الشوفان طبعا احنا عارفين انه في الياف فعاله والياف غير فعاله، عامل زي عداد الكهرباء بتاع الشركات، عداد بيبقى فيه عدادين، عداد يعد وعداد مفقود. الشوفان فيه الياف فعاله والياف غير فعاله، يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني الياف بتمتص كل الدهون اللي موجوده في الجسم وفعاله على طول، بيسموه مكنسه المعده. ده الشوفان على النار مع حليب بيغلي، لحمه مفرومه متعصجه زي الفل، ما فيهاش اي دهون خالص اهي، على عينك يا تاجر جزار ابن حلال. معلقه الفليفله الحلوه ادت شخصيه للحمه بدون ما تصيص معايا. الكوسه بتاعتي على النار، اخبارها ايه؟ اهي زي الفل، اخضرت وبقت حلوه. نطبق الاكله دي في الكسروله ولا نطلع فاصل؟ كلمه كلمتك مخرجنا.
عينيا. حاضر. حاضر يا غالي. انا بس عايز قبل ما اطلع الفاصل، عشان مهم جدا يكون في خطوات عمل واضحه، عايز اعمل كوسه بالبشاميل، ومش لازم تعملي الاكل اللي انا عامله ده كله يعني، بس اعملها بتكنيك عالي وبقدر الامكان بنسبه 50-60%. كل ما تجتهدي كل ما تلاقي الطبق معاك زي الفل هيلسي. نهرب من الدهون. انا ما استخدمتش لا زبده ولا سمنه، هم كل القصه معلقتين زيت زيتون حمرت فيهم البصلايه بتاعه الكوسه، ومعلقتين زيت زيتون حمرت البصلايه بتاعه اللحمه المتعصجه، ووصيه من الجزار الحلو جبت حته لحمه قليله الدسامه، والبشاميل بتاعي خالي من الزبده، في حليب اللي هو قليل الدسامه بنشتريه من اي سوبر ماركت مع الشوفان، طلع معايا البشاميل. بعمل حاجه في الفاصل ان اروق مطبخي، اشرب شويه يلسون حلوين كده بيعزمنا عليهم مخرجنا الجميل. الشوفان طلع معايا هو زي الفل، ادى قوام للبشاميل، عشان انا قلت لحضراتكم هو بياخد وقت شويه غير الدقيق. لما بنعمل شوفان بالدقيق طبعا والزبده بيطلع معايا على طول بمجرد ما بيغلي. الشوفان نصبر عليه شويه. شايفين حبوب الشوفان مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. نجيب التفاصيل لعمل الشوفان بشاميل. عينيا. حاضر يا غالي. عينيا. نرفع القوام. ايه الحلاوه دي؟ شفت الحبوب دي؟ يعني قول نسبه دسمه كام؟ حليب من اي سوبر ماركت بيبقى طبعا حليب دايت معروف، شركات مختلفه. جبنا شوفان بودر وشوفان ناعم، ما حمرناهوش في زيت ولا زبده ولا اي حاجه، حطينا الحليب مع الشوفان البودر والشوفان الناعم، غلي على النار، حطينا حبوب الشوفان عشان يبقى له شخصيه كده، وسبناه على النار ياخد وقته شويه كده على النار هاديه، كانك بتعملي مهلبيه من الاخر يعني. واللحمه المفرومه. تعالوا نطبق الاكله الحلوه دي كده. ناخد من الشوفان ده شويه. شفت القوام الحلو ده كده؟ الخضار لما تيجي تعمليه بشاميل، كوسه بالبشاميل، بطاطس بالبشاميل، مسقعه بالبشاميل، البشاميل لازم يكون تقيل، عكس لما تيجي تعملي بشاميل لمكرونه بالبشاميل. حلو ده. لازم البشاميل يكون خفيف او لازانيا. علل ولماذا يا اخي؟ علشان هنا الباستا والنشويات اللي موجوده في المكرونه محتاجه بشاميل خفيف. ادي الكوسه بتاعتنا اللي كانت بتغلي على النار من شويه، فيها شويه ميه حلوين انا عايزهم اهي. طبعا هي تقريبا كده نص سوا، لان طبعا انا غطيتها وحطيتها على النار. اشيل عود الروزماري ده زي الفل. اخد اللحمه المفرومه اللي انا عصقتها، اشيل الريحان الحلو ده منها، حاجه كده فليفر اهو في سكتنا واحنا ماشيين. دايما مطبخك يبقى فيه الريحان، فيه الروزماري، فيه الزعتر، الحاجات دي بتعلم من المطبخ بتاعك. اصدقاء المطبخ، ريحان، زعتر، روزماري، كرفس، بصل اخضر، دول عائله المطبخ يعني. مطبخ بقى شكليه، عايزاه مكسيكي، عايزاه صيني، عايزاه ياباني، عايزاه هندي، الحاجات دي لازم تكون موجوده، خلي بالك. اللحمه المفرومه بسم الله ما شاء الله خاليه من الدهون على ضمانتي. باينه اهي. ما انت لو فيها دهون هتلاقي بياض. عينيا. حاضر. حاضر. اهو نشيل دول من هنا. تمام زي الفل. نحط بقيه الكوسه اللي عندنا على الوش كده، لان هنحط طبقه في الاخر. ايه بقى؟ قول لي بشاميل طبيعي. طبقه بشاميل، طبقه كوسه، طبقه لحمه مفرومه، طبقه كوسه، طبقه بشاميل. بنفس الترتيب ده يا عمشي. الله، زي الفل. واسويها كده. عندي الصوص اللي بتاع الكوسه ده انا عايزه، عشان انا قلت لحضراتكم دول مهمين جدا. باخدهم كده اشرب بهم كده. ده المطبخ. شفت بس شويه دول، هم دول تيست بقى. لما احط البشاميل التقيل دلوقتي وكله مع بعضه كده تبقى لطيفه. على فكره ممكن استخدم بياض بيض في البشاميل بتاعي، بس انا ما بحبش بياض البيض او الدقيق البيض في البشاميل. علل ولماذا؟ لان لما اجي اسخنها بتبقى مجلده، فانا ممكن اكل صينيه الكوسه دي على يومين مثلا او على ثلاثه حسب عدد افراد الاسره، فعايز اسخنها. طول طالما البشاميل فيه بيض او عجينه البيتزا فيها بيض تيجي تسخنها تبقى مجلده. الخبره الطهويه بتقول كده بقى. الخبره دي ما جاتش بكده في يوم بليله، لا، خبره السنين. وجود البيض في الصوصات في حاله اعاده التسخين واعاده الهيكله لا يساعد على التسخين جيدا فيجعلها مجلده.
شايف بشاميل مجلده يعني ناشفه. تعالي هاتي واحد اومليت كده اعمليه الصبح وافطري بيه، بتلاقيه طري وزي الفل، وايه تاكليه زي الفل. برد تلاقيه زي البلاستيك، ده الطبيعي يعني. الا اذا كان في خضار بقى وعجه، واحنا عارفين الموضوع ده، فوجود الخضار في البيت بيساعد على ان هو يكون لطيف وجميل. زي الفل. عندنا جبنه اختياري، ده احنا حسب الرغبه، تتاكل كده من غير جبنه تتاكل. عايزه تحط شويه جبنه موزاريلا، اهلا وسهلا. انت بتعمل اكل دايت يا شيف؟ ما احنا متفقين على قاعده، احنا بنعمل اكله بنسبه 50% ما فيهاش دسامه، بنسبه 50% بتبقى هيلسي. شويه جبنه صغيرين كده لطاف حلوين، عود زعتر محترم كده، شفت الرشه دي بقى؟ هي دي بقى، ده التوقيع بتاع المغازي. درجه حراره الفرن كام؟ 180. ندخلها الفرن مع بعض يلا حبايبي. ننزل الشبكه دي تحت شويه. اللهم صل على النبي. وندخلها الفرن. عايز لها الطايم قد ايه؟ من 20 ل 25 دقيقه تقريبا. بص عليها كده وصلي على الحبيب. ايه ده؟ ايه الطبقات دي؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ لوحه فنيه. طيب نقفل الفرن، خش على اللي بعد. استفدنا ايه النهارده بقى؟ ضيعنا مع الشيف المغازي ساعه زمن تقريبا من الطايم. هل بافاده ولا بدون افاده؟ الافاده الاولى بمكونات ثلاثه، كوسه ولحمه مفرومه وبشاميل من الشوفان، عملت صينيه كوسه بتتكلم مصر زي الفل، تعتبر وجبه كامله متكامله، فيها البروتين، فيها النشويات، فيها الكالسيوم، فيها المعادن، فيها كل حاجه حلوه ممكن تدور عليها.